جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده معانا يا ابطال تحقيق اسطوري جدا، بس المره دي مش من الابطال. المره دي التحقيق ده من يوتيوبر اسمه سيكتور. اليوتيوبر ده يا ابطال انا لعبت معاه قبل كده في فيديو تحدي من المجرم، ولعبت مع ميجو وزوزو، وكنت انا معاه بردك بس احنا كنا اربعه. والصراحه دلوقتي حصل حاجه غريبه جدا. سيكتور عمل فيديو وبيقول بومبو فين، حقيقه اختفاء بومبو كامله. انا الصراحه مش عارف يعني ايه حقيقه اختفاء بومبو كامله، ما هو بومبو بينزل فيديوهات يا عم، في ايه المشكله؟ سيكتور كان بيقول ما لاحظتوش ان اخر اسبوع في قناه بومبو كان بومبو مش بيظهر فيس كام نهائي. حتى انا قلت عادي، طيب ما هو كده كده بومبو قال يعني شويه هعمل فيس كام وشويه يعني هنزل فيديوهات فويس اوفر يعني بصوتي كده زي ما انا بنزل لكم كده يا ابطال. بس فعلا الموضوع وراه سر خطير جدا. طبعا اشمعنى اليوتيوبر سيكتور هو اللي يطلع ويقول كده؟ لان سيكتور اصلا بيصور مع بومبو في سلسله بومبو كرافت عنده على قناته، بيساعده كتير قوي، بيعملوا مع بعض شغل حلو جدا، وعاملين صراحه سلسله بومبو كرافت دي حلوه قوي وناس كتير قوي عجبتهم. وبرضك هم يعني ده بيعمل حلقه هنا وده بيعمل حلقه هنا، وبرضك مع ابو علي جيمنج عاملين برضك شغل كويس قوي هم كلهم مع بعضهم. عشان كده برضك سيكتور عارف معلومات وكتير يعني معلومات كتير جدا عن بومبو، ومتابع بومبو على الديسكورد لان هو برضك في السيرفر بتاع بومبو. والمفاجاه ان سيكتور قال ان انا سمعت ان بومبو تقريبا حصل حاجه في وشه او اتعور. هنا بقى يعني نتكلم بهدوء ولازم نفكر كويس. ايه اخر مشكله كانت حاصله مع بومبو؟ اخر مشكله كانت حاصله مع بومبو كانت خناقه بومبو اس تيوب. بالظبط كده. هل يكون اس تيوب السبب في ان بومبو ما يطلعش فيس كام تاني؟ احنا ممكن نستنى اسبوع كمان، وممكن نستنى اسبوعين كمان مش اسبوع، ولو فعلا بومبو تمر على انه ينزل فيديوهات فيس من غير فيس كام، فده ممكن يعني يبقى فعلا وراه سر كبير. والمشكله يا ابطال ان نبره صوت سيكتور يعني تحس فعلا اللي فيها القلق، او فيها اللي هو فعلا هو فعلا تحسه متاكد من الخبر، او اللي هو بيقول يعني فعلا في ناس ضربته او في مشكله معاه. يعني انا مش عايز اقول اي حاجه وخلاص، بس فعلا ده الكلام اللي بيقوله سيكتور. وانا فعلا دخلت على قناه بومبو فعلا اخر اسبوع مش بينزل فيديوهات بفيس كام خالص، وكمان سيكتور من اقرب الناس لبومبو الفتره الاخيره لان هو كان بيعمل معاه سلسله بومبو كرافت. وكمان سيكتور قال ان في يوتيوبر تاني او يعني كذا يوتيوبر مانعين بومبو ان يطلع بفيس كام، وتقريبا كمان عايزين يمنعوه ان هو يتكلم يعني بصوته. ليه بقى مش عايزينه كمان يتكلم بصوته ليه؟ لعشان هو كان مع الشخص التاني اللي هو كان متخانق معاه، وتقريبا معرفش رفع عليه قضية او حاجة زي كده، وبيقول ان ما ينفعش صوتك يروح في حتة تانية. انا يعني اللي هو صوتك عليه حقوق طبع ونشر ويبقى في قناتي انا بس. طبعا عارفين الكلام ده على لسان مين. وهو ممكن فعلا يكون الشخص اللي اتخانق مع بومبو هدده بسبب ان هو جاب بيجي مثلا اكتر من دخل على 300,000 مشترك بسرعة رهيبة جدا، فهو اكيد متغاظ. برضك الموضوع مقلقني جدا، ومش عارفين لحد دلوقتي فعلا هي ايه الحقيقة. وكمان سيكتور بيقول ان هو الفترة الاخيرة مش متفاعل على الديسكورد. هو في سيرفر ديسكورد اسمه بومبو جيمنج، بصراحة انا شخصيا في السيرفر ده، وبرضك يعني لقيته هو تقريبا كان كل اسبوع تقريبا بيدخل ويكلم المتابعين وبيحاول كمان يلعب معاهم. وانا قبل كده دخلت لقيته داخل كده لوحده، فدخلت وصراحة كلمته ولقيته متواضع جدا، وكلمته وقلت له عامل ايه؟ قال الحمد لله، يعني بصراحة متواضع جدا مع ان انا عامل عليه فيديوهات وكنت قاعد بقول ان هو غلطان وكده، بس كلمني ويعني ساب الخلافات على جنب، ما رضاش يقول لي مثلا انت كذا وانت كذا. هو يعني بصراحة
شخصية محترمة جدا. وكمان اللي متابع بومبو جامد جدا، بومبو بيعمل تقريبا كل اسبوع بث مباشر على موقع يوناو. موقع يوناو بيعمل عليه بث مباشر، وتقدر تعمل عليه بث مباشر العاب او اي حاجة تانية. بس اخر اسبوع ده برضك ما عملش فيه اي بث مباشر، فالموضوع غريب جدا جدا جدا. وكمان سيكتور بيقول ان اخر فيديو نازل على قناة بومبو لاحظ ان عليه ريبورتات كتيرة جدا، وناس كتير قوي في الكومنتات بتتكلم وبتقول احنا هنعمل لك ابلاغات على الفيديو وهنقفل لك قناتك. وطبعا يا ابطال انا لاحظت في القناة بتاعته في اخر فيديو كل التعليقات بتقول له يا بومبو اظهر بوشك، وانت ليه مش بتظهر بوشك، اظهر بوشك يا بومبو. فتقريبا كده ان الموضوع جد شوية وفي كلام كبير. وكمان سيكتور يا ابطال بيقول ان بومبو المفروض اللي هو كل ما بيجي بيلعب معاهم بيظهر معاهم وبيلعب معاهم، بس صوته مش بيظهر، لان تقريبا التهديد اللي تعرض له بومبو بيخليه مش قادر يعني حتى الصوت لوحده. فتقريبا ده يعني ممكن يعملوا له مشكلة بسبب صوته، لان صوته موجود على قناة تانية. يا ترى اليوتيوبر التاني اللي اتخانق معاه ده يا ترى عايز منه ايه، وشايل في قلبه ايه بسببه، عايز يعني هل ممكن يحذف له القناة وهو يكون فعلا سبب في حذف قناته؟ هل هي ابطال تكون نهاية بومبو ولا ايه؟ وكمان سيكتور بيقول، بس هو تقريبا مش متأكد من الكلام اللي هو بيقوله، وهو نفسه يتأكد من الكلام ده، ان تقريبا حد يوتيوبر كبير وقال انه كبير وراح اتكلم مع ادارة اليوتيوب وقال له القناة دي مش عايزها تظهر بفيس كام، وقال له ان صوت القناة دي حقوقه، يعني حقوق الصوت معايا انا، هو طلع معايا انا الاول. اكيد انتوا عرفتوا مين اليوتيوبر الكبير ده. وطبعا سيكتور ابطال بيقول ان هو شاكك ان هو فعلا اتضرب، يعني حد سلط عليه ناس مثلا وضربوه او حد ضايقه مثلا، فممكن يكون ده سبب. لان هو بقول لكم سيكتور ليه علاقة قوية جدا مع بومبو، لان هو بيصور معاه سلاسل كتير قوي، جي تي اي وكمان بومبو كرافت وماينكرافت، حاجات كتير قوي بيصورها مع بعضيهم، وروبلوكس كمان. وهو شاكك فعلا، وبيقول ان الفترة الاخيرة اخر اسبوع برضك ما مش يعني حد يعني مش عارف يتواصل معاه، بيحاول انه يتواصل معاه ويعتبر التواصل اتقطع خالص، يعني بعد ما كان هو فري كده براحته بيتواصل في وقت ما هو عايز يصور مع ده، هو اللي بيختار. دلوقتي تحس اللي اتحط له قيود ومش عارف يصور مع اي حد. طبعا يا ابطال ناس كتير قوي هتقول لي دلوقتي في الكومنتات، لان انا كل ما باجي بعمل فيديو عن الموضوع ده انتوا بتقولوا لي خلاص يا بلال ما تعملش فيديوهات تانية عن الموضوع ده، خلاص سيبك منه مفيش اي حاجه هتحصل. بس بصراحه اول ما جيت شفت الفيديو بتاع سيكتور بصراحه قلقت، وحسيت ان كلام سيكتور فيه اسرار وحاجات خطيره جدا، وقلت لازم فعلا اطلع اتكلم عنها وخلي الابطال يعرفوا الحقيقة. وفعلا ممكن يكون اللي في بالي واللي في بالكم هو ده اللي حصل. بس لو في اي خبر جديد نزل او عرفنا اي حاجة كده سر من الاسرار بإذن الله هطلع اقوله لكم يا ابطال. فبس كده فيديو النهاردة خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة. ولو حد عرف اي حاجة يدخل يكتبها لي على الديسكورد او على صفحة الفيسبوك اي بي جيمينج. وبس كده، منساش تحط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، واهم حاجة تفعل زر الجرس عشان يظهر لك كل فيديوهات الجيمينج الجاية الجديدة. وبس كده، اي بي جيمينج ابطال الجيمينج، و سلام. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى، اوه اديله اوه يلا ولا